وصلنا الآن إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. وشروق عماد إليك. شكرا سحر، شكرا ريهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية المنسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر. وأكد المركز الإعلامي أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بوزارة القوى العاملة، مشددة على أن أي فرص عمل جديدة خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة. ونشد المركز الإعلامي الجميع بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية. أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الأجهزة الذكية، وذلك من خلال صياغة برنامج مصري لتصنيع الإلكترونيات طويل الأمد. جاء ذلك في الورقة البحثية التي نشرها المركز ضمن سلسلة شبابنا يدعم قرارنا. تهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. وإلى أسواق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشر EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع أصلا رأس المال السوقي 5 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 833 مليارا و645 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشر فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 12,622 نقطة وأغلق عند 12,600 نقطة متراجعا بنسبة 0.18%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند 2406 نقاط وأغلق عند 2411 نقطة مرتفعا بنسبة 21%. وفتح أيضا مؤشر EGX 100 عند مستوى 3503 نقاط وأغلق عند 3517 نقطة مرتفعا بنسبة 0.4%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع. أما عن اليورو فقد سجل للشراء 25 جنيها و28 قرشا للشراء و25 جنيها و37 قرشا للبيع. وعن الجنيه الاسترليني فقد سجل 29 جنيها و22 قرشا للشراء و29 جنيها و32 قرشا للبيع. أما عن العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و53 قرشا للبيع. وإلى أسواق المعادن، النفيسة انخفضت أسعار الذهب العالمي بنسبة طفيفة ليصل إلى 1738 دولارا للأوقية، ومحليا فقد سجل عيار 18 نحو 1130 جنيها. أما عيار 21 فقد سجل 1330 جنيها، وعيار 24 سجل 1520 جنيها. أما عن الجنيه الذهب فقد سجل 10640 جنيها.
وإلى أسواق البترول العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط العالمية، بينما تبحث مجموعة الدول السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجرى تداوله عنده حالياً. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 3.54% لتصل إلى 85.25 من الدولار للبرميل. كما تراجعت أيضا العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.5% مسجلة 78.12 من الدولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 98% لتصل إلى 3.33 من الدولار للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11% لتصل إلى 7.53 للدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أسواق المال الخليجية سجلت معظم أسواق الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق وسط تقلبات في سعر النفط، بينما أنهى المؤشر القطري سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات. ارتفع المؤشر القطري 0.6%، وفي أبو ظبي تقدم المؤشر 1.3%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.1%. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى صحر وريهام. إليكم. شكرا لك.